من نتائج النكبة المباشرة على فلسطينيي الثمانية والأربعين هو الانقطاع عن بقية العالم العربي عامة لسنوات طويلة هذه العزلة لم تقتصر على اللقاءات الاجتماعية والثقافية وإنما قطعت العلاقات التجارية التي كانت بين فلسطين والدول العربية قبل النكبة. وفي العقدين الأخيرين بدأت العلاقات الاجتماعية والثقافية بالتحسن بين فلسطيني الثمانية والأربعين والعالم العربي، وهم يشكلون 20% من السكان في إسرائيل، إلا أنهم. الأكثر فقراً ويعيشون على الهامش الاقتصادي الإسرائيلي بسبب عنصرية الدولة تجاههم في هذه الحلقة سنلقي الضوء على الاقتصاد للوسط العربي لفلسطيني الداخل وكيفية إيجاد حلول للنهوض بالاقتصاد العربي والانفتاح نحو الاستثمار والتجارة مع الدول العربية لما فيه من فائدة على المستوى الاجتماعي والتصدي لسياسات الدولة العنصرية. وأولى محطاتنا كانت لمدينة حيفا في مركز مدى للأبحاث والدراسات لمقابلة السيد مطانس شحادة محلل سياسي واقتصادي. لانه يعني اصلا حجم الاقتصاد العربي في اسرائيل 48 والقليل جدا لا يتعدى 8% 10% من الناتج المحلي الاسرائيلي فالمتوقع انه حجمه صغير جدا من الصادرات الاسرائيليه يعني ان الصناعه قليله جدا في الاقتصاد العربي واسرائيل يعني تتخصص في انواع معينه من الصادرات يعني اغلب الصادرات هي الهاي تك ما يسمى الصناعات الحديثه الادويه الكيماويات الأسلحة طبعاً الماكينات فكلها صناعات شبه معدومة. هاي الصناعات التي تصدر إلى الخارج شبه معدومة بالاقتصاد العربي. طبعاً هناك بعض الصناعات التقليدية الأغذية والمواد الأساسية من الصعوبة بمكان أن يعني تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية وهي شبيهة جداً بالصناعات في العالم العربي أو في الصناعات في الضفة الغربية. يعني احنا مش صناعات مكمله لصناعات الضفه الغربيه اللي شبيهه جدا وتنافس معها في كثير من الحالات يعني حتى لسوق الضفه الصادرات من اقتصاد ال 48 المواد الغذائيه او المواد الاساسيه لل 67 ضئيل جدا لانه الصناعات شبيهه و يعني في كثير من الحالات تتنافس مع الصناعات المحليه. الاقتصاد بتطورش من تلقاء نفسه فقط، بدك توجيه، بدك مساعده، بدك استثمار بدك توجيه على انواع الدراسه بدك الصناعات بحاجه الى اراضي الى مناطق صناعيه الى راس مال الى تطوير وهذا كله معدوم فانت تتطور تلقائيا يعني الاقتصاد العربي يتطور اما بواسطه تقليد الاقتصاد الاسرائيلي او بعض المبادرات الفرديه الشخصيه لا تحدث يعني فرق كبير او تغيير كبير في الاقتصاد العربي فإن فانعدام مؤسسه تساهم يعني توجه وتدعم الاقتصاد العربي هو العائق الاساسي في تطوير الاقتصاد العربي، طبعا السياسات التمييزيه والعنصريه واللي بدها الحفاظ على الاقتصاد العربي كسوق استهلاك بالاساس للاقتصاد الاسرائيلي. هل الانفتاح الاقتصادي نحو العالم العربي هو الحل للقضايا الاقتصاديه للمجتمع الفلسطيني في الداخل بسبب القرب الجغرافي واللغه والثقافه المشتركه؟ وما هي الاليات نحو علاقات تجاريه في الدول العربيه حول هذا الموضوع توجه فريق العمل الى مدينه حيفا لمقابله السيد حبيب هازان مدير الصندوق الاستثماري العربي ومستشار اقتصادي عموما كوسط تجاري عربي في في الداخل شركاتنا لحد اخر عشر سنين كانت شركات اللي هي مش اندستريس لا تشتغل في مبادئ صناعيه متقدمه، يعني حتى اذا بدنا نطلع على عدد الشركات اللي من الوسط العربي من الداخل اللي كانت تقدر تبيع لشبكات تسويق قطريه في البلاد هون، ما كناش نلاقي كثير منهم ببيعوا لشبكات، ما كنتش تلاقي المنتج العربي aujourd'hui dans supermarché Tel Aviv المشكله هي انه نصدر خارج نطاق الوسط اللي احنا موجودين فيه هلا مع تطورنا من ناحيه ستاندرز من ناحيه ايزو من ناحيه قدرات انتاجيه على مستوى عالمي بلشت تنفتح شوي شوي افاق التصدير وبتخيل انه افاق التصدير للعالم العربي كمان بلشت تنفتح ففي مشكله عامه اصلا في عنا في الداخل من ناحيه التصدير بشكل مطلق المشكلة في المرحلة الثانية احنا السؤال نشوف انه احنا كشركة اللي هويتها تسجيلها اسرائيلي هل احنا بنقدر مباشره نصدر للعالم العربي بتخيل الجواب لما احنا بنحكي عن بضائع اللي هي بدها تمرق في شاحنات وموانئ ومطارات هاي هي مشكله هي مشكلة عندنا من ناحية التصدير لأنه شو بدنا نعمل ما مكتوب عليها ميد اسرائيل فهون بصير ممكن يكون التفكير الخلاق أنك أنت تيجي مثلا بخبراتك اللي أنت مكتسبها هون تعمل مصنعك في فلسطين في المنطقة الصناعية في جنين في بيت لحم في أي رام الله أو أنك تعمل مصنعك في مناطق الصناعية المشتركة مثلا في الأردن ومن طريقها تصير تقدر أنت توصل للعالم العربي أما أنك اليوم أنت تكون عامل مصنع في منطقة صناعية في بلد زي كرمائيل وتحاول من غير تعمل ان إسرائيل وتصدر للعالم العربي وتخيل ما ما هذا الاشي مش موجود. وحتى الشركات اللي انا بعرف عنها مثلا اللي في ال... في اسرائيل اللي بتصدر شغلات للعالم العربي كمان هي عندها بيكون عاده تسجيل امريكي مصانع في تركيا مصانع في دول تانية ومن غاد عن طريقها هي بتشتغل مع العالم العربي تصدير مباشر انا بتخيل من هون لا لا العالم العربي ميد ان اسرائيل بعد ما وصلناش لهذا الموضوع بشكل ظاهره يعني توجه فريق العمل إلى بلدة بيت جن في الجليل الأعلى لزيارة مختبرات دكتور جبور لصناعة وإنتاج مستحضرات طبيعية علاجية تم الاعتراف بها من وزارة الصناعة والتجارة ومراكز طبية في أوروبا. ورغم نجاح المشروع في السوق المحلي والعالمي إلا أن التسويق لم يصل إلى العالم العربي. نحنا بلشنا في السوق الصيني كان عندنا افتتاح اول دكان في بيجين في بكين إيه وعندنا كمان مسوق في الصين اللي بدين احنا بدنا نشترك في المعرض الاكسبو في شنغهاي في شهر خمسة ما جربتش في السوق العربي العالمي ولكن في السوق العربي المحلي احنا من بيع في السوق العربي المحلي ومن ناقي كمان رواج ممتاز لمستحضرات كثير منيحة خاصة مستحضرات الشعر ومستحضرات المضادة للشيخوخة ولكن في السوق العالمي العربي ما جربت ما جربت لأنه صعب أصلا لغاية بعرفش كيف أصل يعني ممكن لو في عندي هناك طرق لأقدر أقدر أصل ممكن يكون إشي منيح ثاني إشي في السوق العربي انا جربت ادرس مثلا دول عربيه اخرى اني لاحظت انه هن بفضلوا الليبلز العالميه مش هيك مع انه احنا من ناحيه جوده من ضاهي اي مستحضر عالمي وهذا اثبتناه في عده محلات يعني ولكن بعدنا احنا يمكن مش عم نرجع للطبيعة كيف الغرب عم بيرجع للطبيعة احنا بعدنا عم نشد لبرا شوي والغرب عم بيرجع للأشياء الطبيعية يعني في كثير أشياء اللي عم تتغير في الغرب وفي أوروبا إن كيف كانوا أجدادنا وإحنا بعدنا عم نلاحق الأشياء اللي الغرب عم بتركها اول احنا واقعين بين المطرقه والسندان يعني احنا انا كدكتور في الصيدله محاضر في كليه الطب عندي كثير اشياء اللي ممكن اقدر اعملها لاعطاء تراثنا يعني بنقول دفعه علميه معنويه جدا منيحه انا بامن انه اهلنا اذكياء كانوا جدا وعرفوا يتعاملوا مع الطبيعه بالشكل الصحيح وعرفوا ياخذوا الاشياء من الطبيعه ويحولوها ل ادويه حولوها لاشياء مساعده لاشياء مكمله لاشياء متممه في حياتهم واحنا ما عرفناش ناخذ هذا الإشي ونعطيه الدفعه الصحيحه تبعنا احنا بدنا نطرح في السوق اليهودي الاسرائيلي المستحضرات تبعنا يمكن كمان غادي يطلعوا علينا بنظره اخرى يعني واذا <applause> بدنا نيجي على الدول العربية لا هذول تابعين للنظام اليهودي او شيء من الشكل يعني احنا ضايعين بين الطرفين مش هيك بندور على الاسواق العالمية اللي يعني غاد ممكن احنا نضاهي بدون ما يسألونا مين انت وليش انت وشو انت وكل هاي الامور هل من الممكن أن يصبح الانفتاح الاقتصادي لفلسطيني الداخل نحو العالم العربي جسرا لعبور المنتجات الإسرائيلية لها؟ وما هو حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والدول العربية؟ توجه فريق العمل إلى مدينة القدس المحتلة لزيارة السيد كوهين أحاد مدير العلاقات الخارجية في وزارة الاقتصاد هناك من يقول ان المقاطعه العربيه سببت اذى وخسائر للاقتصاد الاسرائيلي، ولكن في الحقيقه عكس ذلك تماما بل انعكست ايجابيا على الاقتصاد الاسرائيلي، ساشرح لك كيف. اعتمد الاقتصاد الاسرائيلي بالدرجه الاولى على الاسواق العالميه والصناعات التي تحتاجها هذه الاسواق. مثل التكنولوجيا لكي لا تربط مسيرها الاقتصاديه بجيرانها العرب وايضا كان على الدوله الاعتماد على نفسها واستطاعت استقطاب شركات عالميه للاستثمار فيها انا لا اقصد ان اقول للعرب شكرا لكم انكم قدمتم مساعده غير مقصوده لاسرائيل من المؤكد ان المقاطعه امر سيء لكن الدوله أدركت هذا منذ تأسيسها وهو عدم ربط اقتصادها بجيرانها. يعني العلاقات التجارية الإسرائيلية مع الدول الجوار أو الدول العربية بشكل عام هي علاقات قليلة إلى حد ما من حيث الحجم من الصادرات الإسرائيلية المعلنة. يعني ولا تتعدى قرابة النصف مليار دولار سنويا يعني قرابة 500 مليون دولار. بالاساس مع عده دول عربيه يعني الاردن مصر اللي في اتفاقيات سلام رسميه مع اسرائيل وبعض الدول اللي لا يوجد اتفاقيات رسميه علاقات دبلوماسيه رسميه تونس قطر المغرب حتى الجزائر والسعوديه في بعض يعني حسب دائره الحصار الاسرائيليه في بعض العلاقات التجاريه القليله جدا ولكن ايضا هناك ما يسمى نقل الترانزيت من اسرائيل لبعض الدول العربيه يعني استيراد البضائع الاوروبيه عبر الموانئ الاسرائيليه خاصه للاردن والعراق فالبضائع من اوروبا للاردن يعني بيكون سعر اقل النقل البري والبحري اقل بكثير اذا بتيجي عن طريق ميناء حيفا فمنشوف كثير الشاحنات تنقل البضائع الى الاردن هذا طبعا لا نعرف الحجم لانه لا يدخل في المعطيات الرسميه الاسرائيليه ولكن طبعا في رسوم النقل عبر الميناء الاسرائيلي وعبر جسر الشيخ حسين فاسرائيل ايضا تربح مبالغ كبيره من هذا النقل والتجاره كيف بين اسرائيل ومدنات العرب من حجم التجاره بين اسرائيل والدول العربيه ليس كبيرا نحن نتحدث عن بضع مئات الملايين من الدولارات يمكن القول إن هذا جزء صغير جدا من مجموع التجارة لدولة إسرائيل مجموع الإنتاج في الدولة يصل إلى 90 مليار دولار منها 60 مليار دولار صادرات عندما نتحدث عن بضعة ملايين من الدولارات من التجارة مع العالم العربي أي واحدا في المئة أو أقل في المعدل العام الاقتصادي فهي نسبة صغيرة جدا أعتقد أن هناك رغبة مشتركة من الجانب الإسرائيلي والدول العربيه للاتجار معا اليوم دوله اسرائيل تسمح بالاستيراد من كافه الدول العربيه ما عدا ثلاث دول معرفه على انها دول معاديه وهي ايران وسوريا ولبنان من كل الدول العربيه يمكننا الاستيراد تقريبا بحريه الى داخل دوله اسرائيل وكذلك الدول العربيه الاعضاء في منظمه التجاره العالميه نامل الوصول الى وضع اكبر بكثير من عده مئات من ملايين الدولارات. في الحقيقه انا اعتقد ان 20 بالمئه من سكان دوله اسرائيل العرب يمكن ان يكونوا جسرا اقتصاديا بين اسرائيل والدول العربيه لانهم يشتركون باللغه والثقافه وبالتالي يمكن ان يشجع مبادرو من الوسط العربي ان يحاولوا ويقدموا منتجات اسرائيليه او استيرادا من الدول العربيه. انا من هنا انادي هؤلاء المبادرين اقبلوا التحدي ونحن سنحاول ان نساعدكم. اسرائيل تتعامل مع التجاره في العالم العربي كنوع من انواع الدبلوماسيه يعني من اجل تحسين العلاقات السياسيه والعلاقات الاستراتيجية بين إسرائيل والدول العربية يعني هي تعرف أنه إمكانية التجارة مع العالم العربي ضئيلة يعني مش كبيرة مش الشيء الاستراتيجي الهام للاقتصاد الإسرائيلي لأنه العالم العربي مفتوح على كافة الاقتصادات أو يعني بإمكان استيراد من كافة دول العالم وفي السلع المستهلكة في العالم العربي يعني السلع الأساسية الغذاء الملابس المواد الزراعية إسرائيل يعني لا تنافس في هذه المجالات بشكل قوي ربما الزراعة إلى حد ما ولكن تفضل أن تصدر إلى أوروبا والولايات المتحدة المنتجات الزراعية ولكن الأهم هو استغلال العامل الاقتصادي أو التجارة والعلاقات التجارية لتحقيق أهداف سياسية مثل ما شفنا باتفاقية الكويز مع الأردن واتفاقية الكوز مع مصر عمليا لتحسين الصادرات للولايات المتحدة ولإثبات أو عمليا للضغط على الدول العربية أنه بدون اتفاقية سلام أو علاقات دبلوماسية علاقات طبيعية مع إسرائيل لا يمكن أن تصدروا للولايات المتحدة الولايات المتحدة اشترطت على مصر والأردن بإقامة اتفاقية تجارة حرة بشرط أن يكون مثلا صناعة الكوز ومركب 10% أو 8% من السلعة هي منتج إسرائيلي عملياً اسرائيل تستغل الجانب التجاري والعلاقات الاقتصاديه لتحقيق مصالحها الاقتصاديه وتحسين علاقتها السياسيه مع الدول العربيه. في السنوات الأخيرة بعد تطور التكنولوجيا الرقمية عبر الإنترنت من خلال التجارة العالمية والعربية سجلت مشاريع عديدة لفلسطينيين من الداخل مع دول عربية عبر الإنترنت من خلال شراكات لمواقع تربويه وثقافيه وابحاث ودراسات وحتى تجاريه مما سهل الانفتاح الاقتصادي نحو العالم العربي. توجه فريق العمل الى مدينه حيفا لمقابله جوزيف اطرش مدير موقع شبلول للاطفال في فلسطين. بزنس احنا مش جمعيه احنا بزنس اللي عندنا تعاونات مع شركات تجاريه من اساسا من دبي السعوديه مصر اردن آه زبايننا مثلا كيلوغز موشن جيت دبي آه وزاره الحظر بالطرق الاماراتيه آه هاي الزباين تاعتنا والفكره تاعتنا هي انه نهيئ للزباين هذا مكان اللي بيقدروا يخاطبوا اولاد تحجيل 13 بس يكونوا عارفين الاولاد ببيئه امنه عندنا مكاتب بالقاهره مكاتب بعمان مكاتب بدبي مكاتب بحيفا ومكاتب باسطنبول فعمليا احنا موزعين على كل المنطقه شركتنا هي شركه عالميه مسجله بفلسطين انا فلسطيني كون، كوني من ال 48 يعني كون الموضوع التقني الموضوع التقني هذا انا خلقت بالشمال فلسطين اللي هي من ناحيه رسميه تسمى باسرائيل هذا مش موضوع اللي هو مهم بالنسبه لي انا فلسطيني وبشتغل كفلسطيني كوني الشركه عالميه وكوني فلسطيني هذا تواصل طبيعي بيني وبين الوطن العربي وبيني وبين العالم العربي بس انا مش يعني فيش اي صله اقتصاديه او اي علاقه اقتصاديه مباشره ما بين كوني خلقان هون وبين الشركه والمنتوج اللي احنا بنعمله وشغلنا بالوطن العربي لانه الموقف هو موقف وطني هو موقف تبعنا اتجاه شعبنا بفلسطين بال48 اتجاه شعبنا بفلسطين بالقطاع واتجاه شعبنا بغزه مش معقول ناس بغزه مش قادره تنفس اسرائيل قامعيتها وخنقيتها ومسكره عليها الحدود وانا اروح اعمل بزنس واتاجر كانه كل شيء تمام بمره عن طريق اسرائيل باخذ ابروفل من اسرائيل بيختموا لي وبدفع تاكسس باسرائيل احنا فرض علينا ندفع ضرائب باسرائيل ما حدش فرض على حدا بعمان يدفع تاكسس باسرائيل او حدا ببيروت يدفع تاكسس باسرائيل لا مش مقبول مرفوض نقطه ما زال الاقتصاد المتردي لفلسطيني الداخل في ظل سياسات حكومات إسرائيلية متعاقبة عنصرية تجاه الفلسطينيين في الداخل أكبر معيقات للنمو الاقتصادي الذي سيستمر في رفع نسبة الفقر لفلسطيني الداخل